في أطراف تطوان على الطريق إلى الفنيدق تقع قرية الملاليين، قرية هادئة تتعايش بها عائلات تربطها وشائج القرابة والمصاهرات. في الملاليين عرفت عائلة الرحموني بأنها من العائلات كثيرة الأفراد، في بيوت أقيمت حول منزل الجد والجدة يقيم الأعمام ويترعرع الأحفاد في كنف هذه الأسرة الفلاحة المتماسكة. كان من الأحفاد ابن عم، هما محمد بن دريس الرحموني ويبلغ من العمر 21 عاما، ومحمد بن علي الرحموني الذي يصغر ابن عمه بسنة واحدة. لم ينل الشابان حظا كبيرا من التعليم، لم يتخطى أي منهما المستوى الابتدائي، ولم يكن الشقيقان إدريس وعلي يعيران كبير اهتمام لتمدرس ولديهما، فقد كانت الفلاحة والحقول حدودا لآفاقهما في الحياة. كانت الحقول مورد العيش، وما سواها بالنسبة لهما ليست من الأمور التي لها الأولوية. بين ابني العم محمد بن دريس ومحمد بن علي شبه كبير. في الحقيقة لم يستغربه أي من أفراد العائلة، كثيرون يظنون أن الشابين توأمان، ولكن الفارق كان كبيرا في المزاج والسلوك. كان محمد بن دريس شجاعا مندفعا ومحبا للمغامرة، وكان ابن عمه محمد بن علي مترددا إلى حد الجبن، لا يقدم على أمر حتى يبادر إليه ابن عمه وبشكل من الأشكال حتى يأذن له بالقيام به. كما شبان كثيرين من الملاليين بدأ ابن العم يفكران في بناء مستقبل لهما. كانا يريان أن الأعمال الفلاحية التي يدور حولها نشاط عائلتهما لن يمكنهما من تحقيق ما يريدانه، وهكذا دخل محمد بن دريس عالم الاتجار في المخدرات، ولم يكن لابن عمه محمد بن علي أن يتخلف. كان محمد بن دريس يسافر إلى المناطق التي عرفت بإنتاج الحشيش، يأتي منها بكميات صارت تكبر مرة بعد أخرى، وكان ابن عمه يتولى في مدينة الفنيدق نقل الحشيش إلى نقطة قريبة من السياج الذي يقيمه الاحتلال الإسباني حول مدينة سبتة. من هناك كان أشخاص آخرون يحملون البضاعة إلى داخل المدينة المحتلة، ومنها يتولى أفراد آخرون من الشبكة العبور بها إلى جنوب إسبانيا. توسع نشاط محمد بن دريس في تهريب الحشيش، وتوسعت وتشعبت علاقاته، وبعد بضع سنين صار على رأس شبكة للتهريب ضمنها عدد من الإسبان. كانت تلك التجارة تدر عليه أموالا طائلة، وقد تسنى له أن يشتري محلا تجاريا في سبتة المحتلة، وهو ما يسر له الحصول على وثائق الإقامة هناك. أما ابن عمه محمد بن علي فقد ظل في الفنيدق ينقل الحشيش إلى جانب السياج المحيط بسبتة عند سفح جبل بليونش، كان يتقاضى عمولة عن كل صفقة، وهو يرى أن ابن عمه يزداد غنى وثراء يوما بعد آخر. وقد رجى عدة مرات ابن عمه أن يساعده في الحصول على وثائق الإقامة في سبتة المحتلة، ولكنه كان يرد بالرفض تارة وبالتسويف أخرى. كان محمد بن دريس يخشى أن يتسبب ابن عمه الذي يعيش في ظله في كشف أسرار تجارته. كان رفض محمد بن دريس إشراك ابن عمه في تجارته وتمكينه من الحصول على وثائق الإقامة في سبتة كفيلا بزرع بذرة حقد بين ابني العم اللذين لم يكن كثيرون في الملاليين وفي خارجها يفرقون بينهما. أسرار كثيرة لمحمد بن دريس لا يعلمها إلا ابن عمه. في نفس وقعت فيها بذرة حقد تصير تلك الأسرار الدفينة غذاء للبذرة الخبيثة. كان الظرف مواتيا ليكبر الحقد بسرعة في نفس محمد بن علي. ففي صيف ذلك العام تقدم محمد بن دريس لخطبة إحدى بنات خاله، وأقام عرسا أنفق فيه المال الكثير. في الملاليين لم يستغرب أبناء القرية أن ينفق محمد بن دريس الكثير في حفل زفافه، فهم يعلمون أن تجارته مع شركاء له في سبتة رائجة.
جهز محمد بن دريس بيتا لزوجته في حمى بيت والده. بعد أيام تركها وانصرف إلى تجارته. ومع أن كلا منهما يعلم الآن أن علاقته بالآخر لم تعد على ما كانت عليه، فقد استمر محمد بن علي في نقل الحشيش إلى بليونش إلى جوار السياج المقام حول سبتة، يسلم البضاعة ويعود أدراجه إلى الفنيدق. لم يكن يتخذ احتياطات كبيرة لتجنب الوقوع في قبضة الجمارك المغربية أو الدرك الملكي أو في قبضة الشرطة الإسبانية، وكثيرا ما نبهه ابن عمه محمد بن دريس إلى ذلك. وذات يوم وقع الذي كان يخشاه. ففي ليلة من ليالي أكتوبر من العام 88 تواعد على اللقاء في المكان المعلوم، وأن يأتي محمد بن علي بالبضاعة، وما أن تسلمها محمد بن دريس حتى فاجأهما رجال الجمارك. تمكن محمد بن دريس من أن يأخذ كيس الحشيش ويتسلق المسالك الوعرة ويدخل إلى سبتة، بينما وقع محمد بن علي في قبضة رجال الجمارك، واقتيد إلى مركز الشرطة حيث تم تطبيق مسطرة في حقه وحيل بمقتضاها إلى المحكمة. أخذت بصماته وأدخل السجن. مكث رهن الاعتقال شهرا، وتمكن محامو الدفاع الذين وكلهم ابن عمه من الحصول على سراحه. وبالرغم من الإفراج عن ابن عمه، فإن محمد بن دريس لم يقبل بأن يستأنف العمل معه. كان قد وجد مزودا آخر يحضر له الحشيش إلى أقرب نقطة من سياج سبتة. لفترة ظل محمد بن علي يستقدم الحشيش إلى الفنيدق ويبيعه هناك لمن يرغب فيه. نسي أنه مراقب، ولكنه ما لبث أن أدرك حجم الخطر الذي يهدده. طلب المساعدة من ابن عمه، رفض أن يستأنف نشاطه معه، صار يخشى من تبعات هفواته، وفضل أن يمده ببعض المال. نصحه بالابتعاد عن تجارة المخدرات، غير أن محمد بن علي لم يقبل. كان يرى مداخيل ابن عمه تزداد يوما بعد آخر، وكان يعتبر أنه يقف في طريقه إلى الرفاهية. بعث إليه برسالة حذره من عواقب التخلي عنه، ذكره بأنه يعلم من أسراره الشيء الكثير. هدد بإبلاغ السلطات المغربية وحتى سلطات سبتة المحتلة إن لم يساعده. قال إنه حتى الآن لم يبح بأي من الأسرار. أحس محمد بن دريس بالخطر وسعى إلى اللقاء بابن عمه. اتفق على اللقاء ذات ليلة عند أسفل بليونش ليبحث الأمر بعمق. كانت ليلة غاب عنها القمر. كان يسمعان أمواج البحر تلقي بنفسها إلى الشاطئ. التقى الرجلان وظل لساعة يتجاذبان الحديث حول خلافاتهما. في تلك الليلة لم يبد محمد بن دريس لينا ولا تساهلا. كان متمسكا بموقفه. عرض على ابن عمه مالا يتاجر به في غير تهريب المخدرات. كان ابن العم يرفض وبإصرار. احتدت لهجة التخاطب بينهما، ثارت أعصابهما. أخرج محمد بن علي سكينا وطعن ابن عمه على مستوى الصدر. جحظت عيناه وتهاوى على الأرض، لم يلبث أن مات. كان في الجانب الآخر من السياج. فكر محمد بن علي في الهرب. كان ابن عمه جثة بلا حراك في الجانب التابع لسبتة المحتلة. تزاحمت الأفكار في رأسه. مد يده إلى جيب ابن عمه، أخذ أوراق هويته وبطاقة إقامته في سبتة، ودس فيه أوراق هويته هو وفيها بطاقة تعريفه الوطنية، ثم أسرع هاربا إلى المدينة. بعد ساعة مرت من هناك دورية للحرس المدني الإسباني، عثرت على الجثة، اكتشفت وثائق الهوية المغربية لمحمد بن علي. كانت الجثة على بعد أمتار من السياج. قام رجال الدورية بجر الجثة ودفعها وراء السياج. مع ساعات الفجر الأولى اكتشف رجال الدرك الملكي الجثة. تقول وثائق الهوية التي عثر عليها إنها لمحمد بن علي. كان واضحا أن الرجل قتل في الجانب الآخر من السياج. آثار جر الجثة كانت واضحة. سجلات الشرطة في الفنيدق
تذكرت تاجر المخدرات محمد بن علي، سلمت الجثة لعائلته وتم دفنها. في الملليين قرب تطوان دفنت عائلة الرحموني ابنها وحفيدها محمد بن علي، بينما انقطعت عليها اخبار ابنها الاخر محمد بن دريس. كانت زوجة محمد بن دريس قد انجبت طفلا في العام 91 900 وألف، فقد اختير له اسما ادريس تيمنا باسم جده ادريس الرحموني. لم يعد للمرأة الشابة وابنها من معيل سوى جد الطفل الذي توفي بعد 4 سنوات. ظلت الجدة ترعى شؤون حفيدها وزوجة ابنها. كان محمد بن علي بعد ان قتل ابن عمه محمد بن دريس عند السياج في بليونش، وبعد ان استولى على وثائقه، قد تمكن من انتحال هويته والاستيلاء على قدر هام من ثروته. استقر في سبتة بضعة اشهر، ثم بعد ذلك تمكن من العبور الى اسبانيا، ومنها ارتحل الى بلجيكا. في بلجيكا استقر وطواه النسيان، كذلك كان يظن، نسي بل تناسى الملليين وعائلته. صار يتاجر في الذهب والفضة متنقلا بين بلجيكا وسويسرا وبلدان أوروبية أخرى، وصارت له علاقات واسعة في عالم تجارة المعدن الأصفر اللماع. مع توالي السنين حسبت عائلة الرحموني في الملليين لما طال الغياب أن ابنها الآخر محمد بن دريس قد توفي، وكان محمد بن علي المتقمص لشخصية ابن عمه محمد بن دريس قد استطاع أن يعدل في اسمه العائلي، وصار يتسمى بمحمد راموني. في الحقيقة اعتمد النطق الفرنسي للرحموني وتخلص من حرف آش، صار معروفا بمسيو راموني. ولأنه يعرف العربية فقد سهل عليه أن يقيم علاقات شراكة مع رجال أعمال وأثرياء ومستثمرين من أقطار الخليج. لم يتزوج، كانت له عشيقات كثيرات، يستبدل الواحدة منهن كما يستبدل معطفه. مرت 18 سنة على استقراره في بلجيكا. كان حين يأوي إلى نفسه يأخذه الشوق إلى المغرب، إلى المللين، وإلى الفنيدق، إلى المقهى وكؤوس الشاي بالنعناع. ارتبط المسيو راموني رجل الأعمال البلجيكي بمستثمرين خارجيين، وأبرم معهم اتفاقا استثماريا كبيرا لبناء منشآت سياحية في أكادير. كانت له نسبة 60% من ذلك المشروع الذي يشاركه فيه رجال أعمال كويتيون. استحدث شركة لهذا المشروع، ومع تقدم الأشغال صار لزاما عليه أن يزور المغرب ويتفقد الأوراش. دخل البلاد بجواز سفر بلجيكي. كان شركاء الرحموني أو الراموني الكويتيون قد مهدوا لقدومه بعدة مقالات مدفوعة الأجر نشروها في صحف مغربية، مقالات تحدثت عن المشروع الاستثماري الكبير الذي سيقام بتعاون بين رجال أعمال كويتيين ورجل الأعمال البلجيكي المغربي الأصل السيد محمد راموني. تم التلميح في تلك المقالات إلى أن راموني ينحدر من المللين قرب تطوان شمال المغرب. ذاع الخبر في الفنيدق وتناهت أصداؤه إلى المللين. كان إدريس بن محمد بن دريس الرحموني شابا في 20 من العمر. استرعى انتباهه ذاك الشبه بين اسم أبيه محمد الرحموني واسم المستثمر البلجيكي المغربي الأصل محمد راموني. كان الشاب قد ترعرع في بيت غاب فيه الأب، اختفى لأسباب وفي ظروف غير معلومة. علم أن الرجل مستقر بأكادير للسهر على إنجاز المشروع الاستثماري. قرر الفتى الذهاب إلى أكادير والسعي إلى الاقتراب من الرجل. حالفه الحظ وتم قبوله ضمن عمال البناء في الشركة التي يملكها السيد راموني. كان إدريس بن محمد بن دريس يتحين الفرصة للاقتراب من الرجل. قبل أن يتوجه إلى أكادير كانت والدته قد تحدثت له عن علامات مميزة يحملها والده، ومنها خال كبير وراء أذنه اليسرى، وأن ابن عم والده محمد بن علي كان يعاني من عرج بسبب حادثة تعرض لها في الصغر، وكان يضطر إلى انتعال حذائين غير متساويين في علو الكعب.
قالت له أمه إنها حصلت على تلك المعلومات من العجوز التي كانت ما تزال على قيد الحياة تكتوي بنار مقتل ابنها محمد بن علي. قيل لها إنه قتل برصاص الحرس المدني الإسباني وصدقت. منذ الأيام الأولى لتشغيله كان الشاب إدريس يريد الحصول على عمل يجعله قريبا من الإدارة. كان يريد أن يرى عن قرب محمد الراموني، أن يتحقق من العلامات المميزة، وقد تسنى له أن يعمل قريبا من الإدارة إذ أوكلت إليه مهمة تنظيف دورة المياه. وذات يوم أتيحت له فرصة من ذهب. كان السيد راموني سيتفقد المنشآت التي توجد في طور التشييد، وكان عليه أن يتقيد بقواعد السلامة وأن يعتمر خوذة وينتعل حذاءين خاصين بالورش. اقترب منه إدريس وعرض عليه أن يساعده في انتعال الحذاءين. تسلم منه حذائيه وبتلقائية فحص الأيسر منها، كان كعبه أعلى من كعب الحذاء الأيمن. ذهل إدريس لما اكتشفه، لقد أيقن الآن أن الشخص الذي يعمل عنده ليس سوى ابن عم والده محمد بن علي الرحموني. كانت معايناته السابقة قد أثبتت له أن الرجل لا يحمل خالا وراء أذنه. وجد إدريس نفسه الآن مقبلا على معركة أخرى، أن يقوم بمساعي تثبت أن الرجل الذي دفن في الملاليين قبل عقدين من الزمن لم يكن سوى والده. عاد إدريس إلى القرية وكان قريب له قد فاز في الانتخابات البرلمانية. طرق بابه يطلب مساعدته في التحقق من هوية الرجل المدعو باسم محمد الراموني، لأنه أيقن الآن بأن الذي دفن هو محمد بن دريس الرحموني، وأن محمد بن علي الرحموني انتحل شخصيته واستحوذ على أمواله وصار رجل الأعمال البلجيكي المغربي الأصل محمد راموني. إرضاء للشاب وجدته، وبالرغم من أنه لم يصدق الحكاية، فإنه رافق إدريس إلى مكتب الوكيل العام للملك الذي أصغى لما قاله الشاب ووافق على نبش القبر واستخراج عينة من الرفاة يتم إخضاعها للفحص الجيني ومقارنتها مع جينات الشاب إدريس. القضية صارت ضمن نطاق مدة التقادم التي صارت 15 عاما منذ العام 11 و2000. أثبت الفحص الجيني أن إدريس هو ابن صاحب الرفاة، أي محمد بن دريس الرحموني. صارت الشكوك تحوم حول محمد بن علي المسيو راموني، وتضاءلت فرضية مقتل محمد بن دريس على يد الحرس المدني الإسباني، وتوجهت أصابع الاتهام إلى المسيو راموني. وللتأكد من أن المدعو محمد راموني ليس هو محمد بن دريس الرحموني، فقد وجه الوكيل العام ملتمسا إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان يطالب فيه بإجراء بحث عبر إنابة قضائية دولية توجه إلى بلجيكا للاطلاع على الوثائق التي قدمها المغربي محمد الرحموني للحصول على الإقامة في بلجيكا ثم على الجنسية البلجيكية. جاء رد السلطات البلجيكية مؤكدا أن المواطن البلجيكي محمد الراموني هو المغربي الأصل محمد بن دريس الرحموني المزداد بقرية الملاليين بإقليم تطوان في المغرب. صار الأمر يملي الآن تكليف الشرطة القضائية في أكادير بإخضاع محمد الراموني لعملية رفع البصمات ومقارنتها بعد ذلك بالبصمات الموجودة في الجثاثة الخاصة بتاجر المخدرات محمد بن علي الرحموني الذي سبق أن اعتقل في الفنيدق. جاءت البصمات متطابقة تماما، ولم يعد هناك من شك في أن المسيو راموني إنما هو محمد بن علي الرحموني. ألقي القبض على الرجل ونقل إلى تطوان حيث مثل أمام المحكمة الاستئنافية بتهمة قتل ابن عمه وانتحال هويته. خصت الصحف الحدث بتغطية مستفيضة، ولم يتمكن فريق الدفاع الذي فاوض النيابة العامة ثم عائلة محمد بن دريس من التوصل إلى اتفاق ينهي المتابعة لقاء تخلي المتهم عن جزء كبير من ممتلكاته لفائدة ذوي الحقوق. ولكن عائلة محمد بن دريس وافقت في نهاية الأمر. سيذكر محمد بن علي مسيو راموني
أن من حسنات هذه المتابعة أنها مكنته وللمرة الأولى منذ 20 عاما من معانقة والدته. مثل محمد بن علي أمام قاضي التحقيق واعترف بكل شيء، بكل ما حدث في تلك الليلة عند سياج سبتة المحتلة. قال إنه لم يكن يريد أن يقتل ابن عمه. بعد توثيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين محمد بن علي وورثة ابن عمه محمد بن دريس، وافقت النيابة العامة على إغلاق الملف لتقادم جريمة الضرب والجرح المفضيان إلى الموت بدون نية إحداثه.